الأهل الكرام والآباء الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما صح عنه: خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. قال: فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فمن فضائل هذا اليوم، أعني يوم الجمعة، ومن الأعمال الفاضلة في هذا اليوم من السنن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. يعني لما صلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يصلي عليك المولى جل وعلا عشرا. وصلاة المسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم هي من باب الدعاء. يعني انت لما تصلي انت تدعو، وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وصلاة الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم هي الذكر الحسن، كما قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وجاء في سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من البخيل؟ قال: من ذكرت عنده ولم يصلي علي. وكذلك جاء عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. وجاء أيضا من فضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن، ونقله ابن كثير في تفسير سورة الأحزاب، أن أبا الطفيل رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج ذات يوم، النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنح الليل ينادي: أيها الناس، أزفت الآزفة، جاءت الراجفة، جاء الموت بما فيه، فأكثروا من الصلاة علي. فقال: يا رسول الله، إني أصلي من الليل، يعني أنا بقوم بصلي بالليل، فكم أجعل من صلاتي دعاء أو من دعائي صلاة عليك؟ قال: ما شئت. قال: الربع، يعني هل أجعل ربع دعائي صلاة عليك؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: الثلثان. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: النصف. نصف دعائي أجعل صلاة عليك؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: أفأجعل كل دعائي صلاة عليك؟ قال: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك.
ودي أخواننا من أعظم الفضائل. وهذا الأمر اليوم لما تزعمه المتصوفة، المتصوفة لما تزعموا قضية الصلاة وبالكذب، كذب وزور، في النهاية يقول لك السودان أكبر بلد يصلي على النبي، انت عرفته كيف؟ وبعدين السودانيين أكثر ناس بيحبوا النبي، اها، ويجعلوا من عبادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يجعلوا منا شعار لهم، شعارا، كأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بهم. ولذلك لا بد أن يعرف الناس أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي من جنس العبادات التي يتعبد بها المسلم، ما عندها علاقة مع الصوفية، لا ترتبط بالتصوف، إنما هي عبادة يختص بها جميع المسلمين. طيب، ذكر العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى مواطن للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مواطن. من هذه المواطن في صلاة الإنسان في التشهد، لما يقرأ الإنسان التشهد في التشهد الثاني أو الأخير في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، بعد ما يقرأ التشهد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرت هنا الصلاة بصيغ كثيرة، كما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف السلام عليك. السلام عليك ده عرفناه، السلام عليك أيها النبي واضح. قالوا: فكيف نصلي عليك؟ الصلاة كيف؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد. انتبه، كلمة سيدنا ما في صيغة الصلاة، ما في، لأن الناس الليل واحد يقول اللهم صل على سيدنا محمد، كلمة سيدنا ما في في الصيغ الواردة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الصيغة اللي فيها آل إبراهيم، العلامة ابن باز يقول هذه أفضل الصيغ لأنها أكمل، وعلى آل إبراهيم كما اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دي صيغة، في صيغة تانية على أزواجه وذريته، في صيغة فيها في العالمين إنك حميد مجيد إلى آخر الصيغ مذكورة. لو دار تراجع أرجع تفسير سورة الأحزاب، تفسير ابن كثير، تفسير الطبري، غير من كتب التفسير، تجد فيها الصيغة المعروفة، تحفظ صيغة من الصيغ، ولو حفظت أكثر من صيغة وعددتها في الصلاة فهذا أفضل. الإمام النووي والقرطبي عليهما رحمة الله قالا: هذه الصيغة هي أفضل صيغة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل صيغة صلاة. انتبه، اللي هي صلاياته الصلاة الإبراهيمية اللي فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على إبراهيم وعلى ذرية إبراهيم وعلى ذرية نبينا عليه وعلى إبراهيم الصلاة والسلام، هذه أفضل صيغة. طيب، ويمكن أن تصلي تخفيفا على حسب الآية، ربنا قال فصلوا عليه وسلموا تسليما، تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد بصيغة الآية دي بصورة خفيفة تكون سهلة على اللسان.
الصلاة يا أخوانا، ودي من المسائل المهمة، وأنا جايك للبدع اللي فيها. من المسائل المهمة أن الصلاة لها صيغ معروفة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على أن لها صيغ محددة ما جاء في حديث كعب بن عجرة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله عرفنا كيف السلام عليك، السلام عرفناه فكيف الصلاة؟ وهذا مما يدل على أنه لا بد تكون في صيغة. قال له كيف الصلاة عليه؟ كيف؟ لأنه الليلة من الشبهات اللي أنا سمعتها في هذا الباب، رجل صوفي اسمه أحمد داود، رجل صوفي خبيث جدا من أعداء التوحيد من أعداء السنة، يتكلم ويؤصل، هو تجاني، ويؤصل إلى صلاة التجانية. ولما جاء التأصيل إنه بالجوز، قال ليست هناك صيغة محددة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في صيغة محددة، والحديث بيرد عليه، لأنه الصحابة لو كان ما في صيغة محددة أكان أي واحد منهم بيعمل له صلاة براو. لكن مما يدل على أنه في صيغة محددة، سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا كيف الصلاة عليك؟ وراهم الصلاة الإبراهيمية. العلماء قالوا هذه أفضل صيغة من صيغ الصلاة، ويجوز أن تصلي على حسب سياق الآية كما ذكرنا. طيب، من الأحكام المهمة اللي ذكرها العلماء أن الواجب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في المجلس الواحد مرة واحدة. كثير ذكر المسألة دي، إنه أنت قاعد في مجلس، مجلس علم من العلوم، وأنت بتتعلم في علم الشريعة، في كل مثلا دقيقة أو في الدقيقة كم مرة بتسمع اسم النبي، مش كده؟ بتسمعه كثير في الدرس. طيب الواجب عليك كم مرة؟ الواجب في المجلس الواحد مرة واحدة، البقية سنة، كل ما تسمع اسمه تصلي عليه، هذه السنة، لكن الواجب واحد. وكذلك في الكتابة، في الكتابة الإنسان يكتب، لما يكتب وجاء اسم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يمكن أن يصلي في كل مرة، وده الأفضل، كل ما جبت اسمه تكتب صلى الله عليه وسلم. وذكر السيوطي رحمه الله أنه لا تجوز كتاب الصاد، في ناس بيكتبوا صاد، تلقى في الفيسبوك وفي شنو ما عارف يكتب لك قال رسول الله بين قوسين صاد، ما بجوز، تصلي عليه صلاة كاملة. لكن يمكن إنه ما تكتبها لكن تقولها بلسانك، أنت أثناء ما بتكتب وكثر عليك ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقل عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان يكتب ويقولها بلسانه، يقولها لكن يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يكتبها وأحيانا يقولها بلسانه. هذه من الأحكام يا أخوانا المهمة جدا فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من المسائل المهمة المواطن التي يصلى فيها على رسول الله، المواطن منها واحد في الصلاة ذكرنا، اثنان عند دخول المسجد تقول اللهم، تقول بسم الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم إني أسألك، اللهم أفتح لي أبواب رحمتك، ده لما تدخل المسجد، ده موطن من المواطن. لما تخرج من المسجد أيضا موطن من المواطن. أيضا العلماء قالوا في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن صلاة الجنازة مكونة من أربعة تكبيرات، أربعة، التكبيرة الأولى بعدها شنو؟ الفاتحة، التكبيرة الثانية
بعدها الصلاة الإبراهيمية. التكبيرة الثالثة بعدها الدعاء للميت. والدعاء لبقية الأمة. وتخص الميت بالدعاء. التكبيرة الرابعة تسكت قليلا سلم. بعض أهل العلم يقول تدعو بعد التكبيرة الرابعة، خلاف كبير بيناتهم، لكن الراجح تكبر الرابعة وتسلم. الشاهد عندنا الصلاة على النبي بعد التكبيرة الثانية، وتصلي بصيغة الصلاة الإبراهيمية. والصلاة يا أخواننا على الميت شفاعة، انتبه، الصلاة عليه شفاعة له. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. يقوم على جنازته يعني يصلوا عليه 40 راجل. قال: بشرط لا يشركون بالله شيئا. قال: إلا شفعهم الله فيه. يعني 40 نفر يصلوا عليك بس بشرط تكونوا موحدين. لكن لو وقفوا يصلوا عليك 6 بينادوا أحمد التجاني في الشدايد، أوك يا أحمد التجاني، و4 بينادوا القوم، و3 بينادوا السماء، و2 بهناك تابعين للنقشبدية. ده صلوا عليك ما بتستفيد من صلاتهم ولا شيء، ما بتستفيد منها حاجة، لأنه الشرط قال 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. تقول تندهلك عنده في الجماعة الليل والنهار، بناديهم حيين ميتين بناديهم، ديل الفراس للكون حراس، اللي بيرفع راسه قال ليه يواسوا، وبندهن وبناديهم. المنادي ده ما عنده صلاة على ميت، ولا يستفاد من صلاته شيئا. عموما نرجع لقضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من المواطن بعد الأذان، النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حديث جابر قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يعني المؤذن قال الله أكبر، تقول الله أكبر. قال أشهد أن لا إله إلا الله، تقول أشهد أن لا إله إلا الله. لما يقول حي على الصلاة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كويس، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. تكمل الأذان، انتهى. قال، وفي زيادة في الأثر في صحيح مسلم، ودي كثير من الناس ما عارفينها، قال: ثم صلوا علي. أول ما ينتهي الأذان قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال: ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة. الوسيلة ده المقام المحمود، مرتبة عظيمة جدا. يوم القيامة يأتي الناس إلى آدم ويقول له اشفع لنا إلى ربك، عشان يبدأ الحساب. الناس واقفين زمن طويل، ما في حساب، ما في سؤال، زمن طويل. يشتد الناس الحر والموقف العصيب. بعد ذاك يجوا لآدم، آدم يقول لهم نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح. شو لنوح؟ يقول لهم نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم. إبراهيم يقول لهم نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى. موسى يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى. عيسى يقول لهم نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد. فيأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا لها أنا لها، فيأتي تحت العرش، تحت عرش الرحمن، فيسجد. فيفتح الله تعالى عليه من حسن المحامد والثنايا، يعني بيحمد الله وبيثني عليه بأشياء ما فتحت على أحد أبدا.
بعد ذاك يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فده المقام المحمود، ده المقام المحمود. انت لما تسأل بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تسأل اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. يعني لما تسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم تحل لك الشفاعة يوم القيامة، شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا يا أخوان هذا من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. قال العلماء ومن آدابها أيضا قبل الدعاء وبعد الدعاء. يعني لما تدعو أنت بأي خير قبل الدعاء وبعد الدعاء تذكر الصلاة، لما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أخواننا بعض الأحكام التي تتعلق بالسنن والفضائل والآداب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء المنكرات التي أدخلها التصوف كفكر منحرف وابتليت به الأمة الإسلامية. فكر منحرف ضيع كثير من الأمة، ضاعوا بسبب هذا الفكر، نشره ناس في القديم وفي الحديث، ولا يزال دعاة التصوف يؤصلون لهذا الباطل والمنكر. من الأشياء إنهم جعلوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نوع من التجارة ونوع من أساليب استدرار العاطفة. يعني الواحد منهم عشان يجدوك فيك مقلب أول حاجة يبدأ لك يقول لك صلي على النبي، أول حاجة تقول ده مبجوز. أعرف المعلومة دي، ليس من السنة أن تأمر الناس تقول لهم صلوا، تاني صلوا، تاني زيدوا صلاة، ده شنو؟ ما في السنة. في السنة أنت بتذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام والناس بيصلوا عليه، لكن ماذا تقف على عيلك تقول لهم صلوا على النبي وزيدوا صلاة، ده شنو ده؟ ده شغل بتاع دغدغة مشاعر عشان داري وشك، وطبعا قضيته ما الصلاة وقضيته داري يدوك فيك مقلب بعد شوية. داري أقول لك لابد تجينا في الشكينيبة لأنه أبونا الشيخ قاعد هناك وتشيل البركة، ولا جينا في وين؟ في طابط، ولا جينا في كدباس وما تعرف وين؟ داري يدوك فيك مقلب وبحراز وين وغيره من بؤر الشرك بالله سبحانه وتعالى. فاتخذوا الصلاة تجارة يغشوا بها الناس، صلاة عبادة. الآن اتصلوا ناس في إذاعة الكوثر، بيتصلوا جماعة ألو إذاعة الكوثر، أي نعم. المذيع أول حاجة بتقول له كده صلي على النبي عشرة وبعدين نتفاهم، وشنو أنت قايلة ده طوال يبدأ اللهم صلي اللهم صلي. يا زول ما في كلام زي ده في الشريعة، ما في زي ده. انت دار تصلي عشرة معروفة دي مرتبطة بأذكار الصباح وأذكار المساء. في الأذكار تحتك الصباح لما تقوم تتعوذ وتذكر بتصلي عشرة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وعشرة في المساء، ده معروف. لكن تقعد تدق لك الإذاعة يقول لك صلي عشرة وصلي 12 والمذيعة قالت في ذات الكوثر قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي وانا قاعد اجي قيل قال هنا في الـ في الـ في الـ في اذاعه الكوثر قالوا جبريل وميكائيل ملكين قال بيجوا بيقعدوا بيحموا قاعدين جنب الابواب بتاعت اذاعه الكوثر. يا زول بالله وإسرافيل بيجي ولا ما بيجي؟ بالله شوف الوهم ده، ده استخفاف الملائكه، استخفاف كونه ملك ربنا سبحانه وتعالى اوكل له وظائف. اجعلوا من وظائف الملائكه كون أتيت حرس إذاعة الكوثر، أنت مش من 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 الهوس. على أي حال ليس من التعبد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
أنك تجعل هذه الصلاة تجارة، ولا تجعل شعارات، ولا تدعي أنك صاحب كأنه حقتهم. خلت بالك الآن الصوفية يقول لك شايف ديل؟ ديل يقول لك ما بحبوا النبي وما بصلوا عليه، قصدنا نحن يعني أنا إلا أعمل أي شعار من الشعارات؟ وهل يا أخواننا في عبادة من العبادات الزول بيقعد يتباهى بها ويقول لهم أنا بصلي كده وأنا بعمل كده؟ أنت بتتباهى، ما دي عبادة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. زي ما أنت بتقول كذكر من الأذكار صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا بتقول كذكر من الأذكار سبحان الله وبحمده. يعني هسه أنا ممكن أجي أقول لهم دي اللي ما بقولوا سبحان الله، ونحن جماعة سبحان الله، ممكن أعمل لي لما كده دي جماعة. الآن عندهم جمعيات يقول لك جمعية الصلاة على النبي، عندنا جمعية فيها أهلنا هناك قال جمعية الصلاة على النبي، والصلاة على النبي ده لا جمعية؟ يعني أنا إلا أنضم للجمعية عشان أبقى مصلي على النبي؟ ما تصلي براك الله يهديك، صلي براك يا أخي، لماذا لا لما بتاع الصوفية؟ على أي حال دي مسألة. مسألة أخيرة تتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصيغ الباطلة. في صيغ منكرة كصلاة الفاتح دي بتاعت التجانية طبعا، وطبعا أحمد التجاني عشان أنت ما تسأله من الدليل، وكل صوفي لأنه ما عنده دليل من كتاب وسنة، ما عنده، ويعرفوا الاستدلال بالكتاب والسنة ما معروف في إنه ما بيقدر يتلولو. الصوفي عشان يغشك ويدوك فيك مقلب بيقول لك طبعا نحن جانا النبي قبل شوية، ولا جاني البارح بالليل وداني الذكر ده. أيوة زي ما قال أحمد التجاني في كتاب اسمه جواهر المعاني وبلوغ الأماني مجلدين، المجلد الأول من الصفحة 132 لحد الصفحة 135 تبتع تجانية، فهمت كلامي؟ قال جاني جدي رسول الله يقظة لا مناما. يا ناس أزول ما بخاف الله؟ النبي يجيك يقظة كيف؟ كيف يعني يجيك النبي صلى الله عليه وسلم يقظة؟ خد بالك لو قال جاني مناما، مناما دي ذات عندها أحكام كونه يجيك مناما، نحن ما بننكره، أهل السنة ما بينكروا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، مش كده؟ ثابتة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فكأنما رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي، لأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في المنام. لكن شوف أحمد التجاني ما قال في المنام، قال أتاني جدي، هو ما جده كذاب، هو ما جده، لأنه أحمد التجاني مغربي من فاس، والنبي صلى الله عليه وسلم يا ناس ما مغربي، ما من المغرب، النبي صلى الله عليه وسلم قرشي عربي من قريش. قال أتاني جدي رسول الله يقظة لا مناما. الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري لما تكلم عن حديث من رآني في المنام فكأنما أو فقد رآني حقا أو فسيراني حقا، روايات كلها فسيراني حقا. طبعا الجماعة الصوفية من القديم قبل زمن ابن حجر، ابن حجر ده في القرن التاسع قبل ابن حجر، قالوا إنه فسيراني حقا، قالوا بيجي عديل النبي وتقابل، يعني لو شفت في النوم أتوقع على الأيام الجاية دي حيقابلك، يقابلك في السوق، يقابلك في الشارع في الخلا برا في حواشتك، يقابلك يجيك في البيت، أتوقع وقال يجيك عديل. وده طبعا من الضلال. ابن حجر قال لما رد على الوهم ده قال ويلزم من هذا الكلام لوازم باطلة. اللي بيلزم شنو؟ قال بيلزم منها أن الصحبة لم تنتهي، الصحابة مش الصحابة انتهوا ولا في صحابة قاعدين هسه؟ يا ناس في صحابة هسه؟ ما في صحابة صح؟ صحابة دي حقبة من الزمن لناس فضلاء ربنا اصطفاهم وانتهوا، تاني ما في صحابة هسه، تاني بعد ذاك جو التابعين، تابعون
تابع التابعين إلى آخره. الناس ماشى، والنبي صلى الله عليه وسلم أداهم فضيلة، ذلك عندهم فضيلة خاصة. قال: لا تسبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. أنت جيت شايل لك قدر جبل أحد ذهب، شايله كله طلعته في سبيل الله، ها؟ قال: ما بلغ مد صحابي. المد يديك الاثنين، نحن بنسميه هنا الهين، يقول لك هين كذا يديك. صحابي يجيب، قال: ولا نصيفه. نصيف صحابي يملى يده كده بس، وانت تجي شايل لك جبل احد، يد الصحابي دي افضل من حقك ده كله، فهمت؟ دي فضيله عظيمه بتاعت الصحابه. عشان كده ابن حجر قال: يلزم كونك تقول لي النبي جاني، جاني عديل، يلزم منا انه الصحبه ما انتهت، انه في صحابه. لانه الصحابي ده منو الصحابي؟ تعريف الصحابي شنو؟ هو من راى او من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ده صحابي كده، فهمت؟ يا لما انت تقول لي النبي والله جانا قبل شويه كان فطر معانا الليله، معناه انت صحابي، مش كده؟ وما في صحابي تاني، الصحابه دي انتهوا. عشان كده قال: يلزم من هذا لوازم باطله، ذكر مجموعه من اللوازم ابطل بها المفهوم بتاع الصوفيه في الحديث فسيراني حقا. وذكر العلماء انه روايه فسيراني حقا معناها شنو؟ الروايه دي قالوا محموله على الروايه الثانيه، فكانما راني حقا. يعني انت لو شفت النبي صلى الله عليه وسلم لكن بوصفه ما تبيش تشوف لك واحد ثاني. يعني لو جاك واحد من الاول بس عينت له كده، لقيت لونه زي لوني انا ده كده، قال لك انا النبي، قول له لا كذاب انت ما النبي، شوف شغلتك زي ده، ما هو النبي. ليه؟ لابد يجيك على وصفه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، جاء رجل قال له: رايت النبي، انا شفت النبي. قال له: وصفه. الصواب خليك صايد، انت ما شفت لك واحد ثاني. ليه؟ لانه قال: فان الشيطان لا يتمثل بي. خلي بالك، الشيطان ممكن يتمثل لك بواحد ثاني، ممكن يجيك بواحد شنبه كبير يقول لك انا النبي، ممكن، ممكن يجيك بلون ازرقاني زي لوني ده يقول لك انا النبي، ممكن يشبه بشخص اخر، وده الشيطان. لكن اما صورة النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان ما بيتشكل بها، بيتشكل بأي شيء، بيجيك في شكل عتوت، فهمت؟ يجيك في شكل ثعبان، يجيك في شكل فقي، أي شكل من الأشكال ممكن يتشبه به الشيطان، لكن ما بيجي في صورة النبي عليه الصلاة والسلام كله كله. فأشوف أحمد تجاني لما قال: أتاني جدي رسول الله جاني عديل، أول حاجة أقول أنت كذاب ما بيجيك، دي كذبة نمرة واحد. اثنين قال: واعطاني صلاة الفاتح، دي كذبة نمرة اثنين. نمرة اثنين كذبة. لأنه شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما بيدي دين جديد. دين جديد ثاني ما في، ربنا نزل عليه في حجة الوداع راكب على بغلته أو على ناقته، ربنا أنزل عليه: واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب صلاة الفاتح الوقت ده كان نزلت ولا لسه؟ صلاة الفاتح في ولا ما في؟ يقول لك ما في. أنا لو سألت الصوفي ذاته يقول لك لا، الوقت ده كان ما في صلاة الفاتح. وطيب الدين اكتمل، تاني ما في شيء جديد، شفت من تاني دين جديد ما في. الدين بس ترجع لورا، شيل من ورا تطبق، تشيل وتطبق، ما في تاني دين جديد. لكن الصوفي يبيت بالليل وتلقى العشاء ما صلاه، يقول لك شفت النبي في النوم، اه شفت شنو الله يكفينا شرك، يقول لك جاني وداني، شوف الداك دي ما في ثاني، اعرف المعلومه دي، الداك ما بديك ثاني. ومما تقول لي اداني ذكر جديد ولا اداني عباده ولا عدد، يقول لك عندنا عدد. تقول العدد ده وين الدليل بتاعه؟ في حديث عن العدد؟ يقول لك عندنا 3000 جرد، جرد بجرد السبحة، جرد كر تلقى بجرة كده كر كده ده، شفت كيف؟ ويقول لك 2000 صيط واحدة واحدة، فهمت؟ واحدة واحدة تلقى ماسكة. تسألوا: آه مولانا ده جبته من وين أنت؟
جريد وصقط وسبحة وكله ده جبته من وين انت ذاتك؟ في حديث؟ يقول لك لا ما في. في آية؟ ما في. وطب ده جبته من وين؟ يقول لك في النوم. نوم بتاع شنو؟ واحنا ديننا في النوم؟ يعني يزول دينه برا ولا كيف؟ هو الدين ده واحد يا ناس، العبادة دي واحدة. ده كان بقيت تنوم وتجيب دين، وداك ينوم ويجيب دين، وده ينوم ويجيب دين. طيب معناه يزول حيكون عنده دين براو ولا كيف؟ ولا الناس ما بنوموا يعني؟ ما كلنا بننوم. وطيب حيبقى الفيصل بيننا وانت شنو؟ اذا انت في النوم بيجيك دين براك وبتتعبد به، انا لو جيت غلطتك فيه، هل حكم بيناتنا شنو؟ تقول النبي جاني في النوم وقال ابن قبه هيني، انا بمشي بنوم بكره ولا ما بنوم؟ وبجيك بقول لك النبي قال القبه دي كسروها، هتقول لا لا ما قال لهم يسفنوها، لا لا قال لنا كسروها، تغالطني لا لا ما بكسرها. ما بتكسرها ليه؟ انت جبتها بنومه وانا كسرتها بنومه. الحكم بيناتنا منو يعني؟ لابد يكون في نص يا اخواننا حكم بين العباد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا الكتاب والسنه فيصل فيصل. ربنا قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. عشان ما تقول لنا نمت انت تنوم انا نوم انا مالي مال نومك انت. احتمال جاك شيطان. فهمت كلامي ده؟ جاك شيطان، ما جاك شيطان. في النهايه ده كله ما بيمثل شنو يا اخواننا؟ ما بيمثل مصدر بتاع تشريع. ما في مصدر تشريع نوم اطلاقا. فاحمد التجاني الكذبه نمره اثنين كونه يجي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المنام اداني صلاه الفاتح، دي نمره اثنين ضلاله. نمره ثلاثه قال واخبرني، خد بالك كانه قال الامه دي جهله وما يعرف شيء عن الدين الاسلامي. قال واخبرني ان المره الواحده يعني من صلاه الفاتح فد مره قال تعدل القرآن 6000 مرة. يعني أنت خليت بالك تذكر صلاة الفاتح مرة واحدة كأنك قرأت القرآن أكثر من 6000 مرة، وده ضلال ولا ما ضلال يا أخوانا؟ في أعظم من كتاب الله؟ كتاب الله في أعظم منه؟ ربنا في سورة الزمر قال الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فيبقى يا أخواننا من الضلال اللي وقع في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفاتح بتاعت الطريقة التجانية وغيرها. وطبعا الصوفية حاولوا يستدلوا على هذه الصلاة بما ورد في تفسير ابن كثير عن علي رضي الله عنه أرضاه أنه صلى بصلاة فيها اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، دي بدايتها كده. وطبعا نهايتها ما عندها أي علاقة بصلاة الفاتح بتاعت التجانية. قاموا جابوا الرواية دي وقالوا شوفوا صلاة التجانية قاعدة عندنا يا هادي، قاعدة في تفسير ابن كثير كويس. لكن طبعا ما من مبتدع يستدل بنص من الكتاب والسنة إلا ويكون الرد عليه من النص ذاته. شوف النص ده إما ضعيف أو أنت فهمته غلط. فابن كثير بعد ما نقل الرواية ذاتها بيّن أن هذه الرواية جاءت بإسناد لا يصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما بصح. وبعدين صلاة التجانية اللي بيعملوها دي ما ياها، قال علي بن حتى الضعيفة دي ذاتها الضعيفة دي ما ياها. لكن الصوفي بغشك بس بيجيب لك بدايتك، لأنه دي بدايتها زي دي بس البداية في الأول. طوال يقول لك علي بن أبي طالب قال اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، أيوة ونحن برضو عندنا كتجانية اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، تم تم حقة التجانية وتم ديك. شوف من واحد ما عندهم علاقة ببعض ما ياها. بعدين افرض انه ياها، هل لما صلى بها علي بن ابي طالب رضي الله عنه هل قال تعدل القرآن 6000 مرة؟ اتحداك
هل قال بتعدل القرآن؟ ما قال بتعدل القرآن ولا مرة واحدة، ولا ثبتت أصلا هي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. إذن يا أخواننا، أنا الأحكام اللي ذكرتها كلها فيما يتعلق بمسألة الصلاة على النبي. صية القحطان. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان.